كشفت صحيفة الجارديان أن فناناً بريطانياً شهيراً مول قارباً لإنقاذ اللاجئين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا من شمال إفريقيا. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن السفينة التي تحمل اسم لويز ميشيل انطلقت سراً في 18 أغسطس الجاري من ميناء بورينا الإسباني لتبحر إلى البحر الأبيض المتوسط للبحث عن ميناء آمن لإنزال الركاب أو نقلهم إلى سفينة خفر السواحل الأوروبية. وأكدت الصحيفة أن السفينة تبحر بسرعة قصوى على أمل تجاوز خفر السواحل التابع لحكومة الصخيرات الذي يعيد المهاجرين إلى مراكز الاحتقال في المنطقة الغربية. وأشارت إلى الانتقاد المستمر من قبل رجال الإنقاذ البحري المتطوعين بشأن إعادة المهاجرين إلى المنطقة الغربية من قبل خفر سواحلها وبالتعاون مع دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن منظمات دولية اتهمت خفر سواحل الصخيرات بسوء معاملة المهاجرين في البحر وبيعهم للميليشيات التابعة للبيجا المطلوب دولياً. وأضافت الصحيفة أن المهاجرين في المنطقة الغربية يتعرضون للتعذيب والانتهاكات الإخلاقية المنهجية، ولفتت إلى إعلان الأمم المتحدة عن مصرع أكثر من 45 شخصاً من بينهما 5 أطفال لقوا حتفهم عندما تعطل قاربهم قبالة سواحل ليبيا. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق عن مصرع 2 من المهاجرين وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار من قبل ميليشيات الصخيرات على نقطة إنزالهم في المنطقة الغربية بعد احتراضهم في البحر. وأكدت أن ليبيا ليست ميناء آمنا، مناشدة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء عودة الأشخاص الضعفاء إلى ليبيا. وفي هذا السياق قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فيدريكو سودا، قال أن معاناة المهاجرين في المنطقة الغربية لا تطاق، ويؤدي استخدام العنف المفرط اتجاههم إلى فقدان الأرواح بلا معنى وسط عدم اتخاذ إجراءات للحماية.